السلام عليكم. المفروض النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Graduate School Application، ليه ممكن ناس كتير بيجيلها rejection وإيه الأسباب والمفروض إنك تعمل إيه لما يجيلك rejection. هبص على الأسئلة من وقت للتاني وإحنا through the presentation وهحاول أجاوب عليها يعني على قد ما أقدر، ولو عندك سؤال ولا حاجة خلال البرزنتيشن لو سمحت اكتب في الكومنتس. طيب نبتدي بأول حاجة المفروض تعرفها، إن الابليكيشن بتاع الجرادويت سكول ده كومبتيتيف، يعني دايما يعني مثلا حوالي الاكسبتنس ريت بيبقى من حوالي 10% مثلا أو أقل للجامعات الكبيرة، وحوالي مثلا 20% للميد سكولز. فلازم تبقى عارف إن الموضوع مش سهل، وإن الطبيعي إن أنت يجيلك ريجكشنز. عشان كده الناس كلها بتقدم في أكتر من جامعة، يعني مفيش حد بيقدم في جامعة واحدة بس إلا اللي عارف إن هو عنده مكان في الجامعة دي عن طريق إن هو راسل الدكتور وقال له قدم ولا حاجة من يعني شبه كده. لكن معظم الناس بتقدم في 7 8 عشان عارفة إن hopefully يجيلها admission في واحد حتى أو maximum 2، يعني محدش بيقدم يعني إلا طبعا candidates معينين اللي هما بيبقوا أصلا متخرجين من جامعات كبيرة في undergrads، بيبقوا يجيلهم admission في almost في كل حتة بيقدموا عليها. بس غير كده دول نسبة قليلة جدا، والباقي يعني بتقدم على 6 جامعات 7 بيجي لك واحدة. تمام. الجزء الثاني، النقطة الثانية، إن أنت بتنافس ناس من كل أنحاء العالم. يعني هتلاقي ناس من الهند، ناس من الصين، وبالذات الهند والصين هما يعني trained إن هما يكراك السيستم بتاع الـ PhD او الـ يعني الادميشن كرايتيريا اللي موجوده في امريكا او في اوروبا، لان هم ده طبيعي طبعا لان هم عددهم كبير فبيحاولوا يخرجوا من البلد، فبيبقوا هم تريند وعندهم بروجرامز بتخليهم يبقوا في اوروبا، غير ان عددهم طبعا كبير فده بالتالي statistically بيخلي الدنيا صعبه عليهم. تالت حاجة، إن ناس كتير they don't pass the first year، يعني بيقدم application في أول سنة وما بيجيلوش أي حاجة، بس بيتعلم إن هو عارف إيه المشاكل اللي عنده في الابليكيشن بتاعه فين، وبيرجع يقدم تاني السنة اللي بعدها، ودي ما فيهاش أي مشكلة. يعني you have to be persistent وتحاول تقدم كذا مرة لحد ما تتقبل، بس تتأكد إن هو ده اللي أنت عايزه، إن أنت بتعمل كده عشان أنت عايز تدرس مش لسبب تاني يعني. تمام. عايزين نشوف القرارات ازاي، مين بياخد القرار ده اصلا. يعني في امريكا في الموضوع بيبقى ماشي ازاي، ان الجامعة بتبقى عندها كوميتي، لجنة مكونة من اعضاء هيئة التدريس اللي في الجامعة دي، بالذات الناس اللي هي permanent مش المؤقتة، وبيختاروا الكانديديتس مع بعض. أوروبا الوضع شوية مختلف، غالبا بيبقى الدكتور اللي انت هتشرف اللي هيشرف عليك هو اللي بيختار لوحده، وبعد ده لكذا سبب. بس in some cases يعني لما بيكون ال position funded by the institute، يعني بيبقى في positions ال institute هو اللي بيفندها، يبقى انت في الحالة دي ويبقى في بيبقى فيه برضه كوميتي وبتختار. الفكرة ان في امريكا ان الجامعة ملتزمة انها تدفع لك مرتب حتى لو الدكتور بتاعك خلص الفند بتاعه. فالسيستم بيبقى عامل ازاي، ان انت اول سنة بتخش بتاخد مرتبك من الجامعة نفسها مش من اللاب، لان انت بتبقى المفروض ان اول سنه دي بيدوك فرصه انك تعمل روتيشنز في اللابس وتختار السوبرفايزر بتاعك.
فبالتالي هم ملتزمين يدفعوا المرتب بتاعك. بعد أول سنة دي السوبرفايزر بتاعك هو اللي بيدفع لك المرتب من الجرانت بتاعته، بس لو حصل إن هو خلص الفند بتاعه لأي سبب أو هو مات مثلا أو حصل ظروف زي كده، الجامعة ملتزمة إنها تديك المرتب، فساعتها بتروح لواحد تاني أو بيدوك تيتشنج أكتر عشان يدفعوا لك المرتب بتاعك. فعشان كده الديسيجن في أمريكا mostly by the committee مش by the supervisor، إلا إن لو أنت طبعا متكلم مع supervisor already وهو عايزك في اللاب بتاعه، ده بيبقى very strong point، يعني بيبقى 80% ل 90% أنت هيتوافق عليك لأن هو عايزك في اللاب بتاعه وهو عنده فلوس يدفع لك. تمام، بس this is how it goes يعني. تمام، هما بيدوروا على إيه بقى؟ هما عايزين أول حاجة واحد، يعني طبعا بيدوروا على إيه، على مين يدخل البروجرام، واحد يباس هو الكواليفاينج إكزام. الكواليفاينج إكزام ده إكزام أنت بتاخده، امتحان أنت بتاخده بعد أول سنة في الدكتوراه. المشكلة في الامتحان ده إن أنت لو سقطت أكتر من مرة فيه يعني ممكن يدوك مرتين، بس بعد مرتين لو سقطت تاني بتترفد من البروجرام. وأنا أعرف ناس في الجامعة اللي أنا كنت فيها ما عدتش الامتحان ده وسقطت، وطبعا اترفدت، وده طبعا مكلف جدا للجامعة لأنها بتصرف عليك سنة كاملة، الكورسات بتاعتك والتأمين الصحي ومرتبك لمدة سنة، وبعد كده بتاخد الإكزام. لو سقطت يبقى كده خلاص، هما كل الفلوس دي المفروض إنها راحت. فهما مش عايزين ياخدوا واحد بيعدي بالعافية، فدي غالبا احنا هنيجي للنقطة دي بعدين، بس ده ممكن يعرف من الجي بي اي بتاعك اذا كنت واحد يعني بتعدي الامتحانات بسهولة وبتعدي بالعافية، عشان كده الجي بي اي حاجة مهمة. هما برضو بيدوروا على واحد يكون كرييتيف وبيشتغل كتير، لان الدكتوراه مش حاجة سهلة، مش اي شغلانة هتروح تشتغل 8 ساعات وتروح بعد كده، لا غالبا بتضطر تشتغل اكتر من كده للاسف. برضو عايزين واحد بيحب الموضوع ده، لان انت لو ما بتحبش الريسيرش وما بتحبش يعني يبقى دخولك الدكتوراه ملهوش اي لا معنى، ولا ليك ولا ليهم. يعني انت برضو لو انت مش انترستد في الريسيرش بلاش تكمل دكتوراه، لانها حاجه مش سهله ونوت ليد لان انت تبقى مثلا يعني غني او حياتك تبقى احسن. لو انت ما بتحبش الموضوع ده هيبقى مش حاجة كويسة ليك. تالت حاجة واحد يكون communication skills بتاعته كويسة وأخلاقه كويسة. ده مش كلام انشا وخلاص، ده يعني هو الفلتر بتاعك. يعني انت واحد لو بتاع مشاكل مثلا ممكن تعمل مشاكل مع السوبرفايزر بتاعك، يبقى تمنع بحث ان هو يتنشر، او بعد ما يتنشر تعمل مشاكل مع الجورنال وتقول لهم انا اسمي ما اتحطش او انا اسمي اتحط في مكان غلط، فتبقى عامل مشكلة للجامعة، ودي حاجات بتأثر على سمعة الجامعة. فهم مش عايزين واحد من هذا يعني من الشكل ده، بحيث ان هم يبوظ لهم حاجات كتير. فهو عايزين واحد ما يبقاش بيعمل مشاكل، يعني واحد بيشتغل كرييتيف سمارت بيحب شغله وما بيعملش مشاكل وبيعرف يتعامل مع الناس وعلاقته بالناس كويسة. تمام، طيب ازاي القرار بيتعمل في الاخر؟ تمام، هو المفروض بيبقى كل بي اتش دي بروجرام ليه ديدلاين، فانت بتستنى لحد يعني بيستنوا لحد ما الديدلاين يعدي، وبعدين يشوف الكوميتي بتجتمع وبيقرروا مثلا في حوالي 20 واحد، يعني في البروجرام اللي انا كنت فيه اللي هو الدكتوراه في الفيزياء في جامعة مدينة نيويورك كان في حوالي 100 applicants واختاروا 19، يعني حوالي 20%. طبعا لما تبقى جامعة كبيرة زي هارفارد أو ستانفورد أو ام اي تي بيبقى النسبة أقل طبعا، لأن يعني عدد الأبليكانس بيبقى كتير وما بياخدوش كل ال يعني بياخدوا 10% ولا حاجة. طبعا أنت ممكن بسهولة تجيب الستاتستكس أونلاين يعني، بس يعني ده اللي أنا فاكره تقريبا. طيب هما لما بييجوا بيختاروا الكانديديتس بيبصوا على إيه؟ بيبصوا على أول حاجة الجي بي إيه بتاعك، وزي ما قلت
الجي بي انديكيشن ان انت هتعدي في الاكزامز وهتعدي المواد اللي موجوده، لان زي ما قلنا كواليفاينج اكزام لو انت ما عدتوش وهم مجبرين ان هم يرفدوك من البروجرام، لان ده ريكويرمنت اوف ذا بروجرام، فدي مكلفه جدا عليهم. فاول حاجه بيبص عليها الجي ار اي والجي بي اي والجي ار اي. الجي ار اي ده اللي هو جرادويت ريكورد اكزام، ده بيختبر يعني طريقه تفكيرك ان جنرال، لان هو دايما طبعا هو في جنرال تيست اللي هو بس الماثماتكس والانجليش، والجزء الثاني اللي هو الجي ار اي السبجكت تيست، ده غالبا بس بيقول اتس نايس تو هاف يعني. فمثلا انت لو الجي بي اي بتاعك وحش مش يعني مش كويس قوي، ممكن تفكر انك تاخد جي ار اي سبجكت تيست في التخصص اللي انت عايز تعمل فيه البي اتش دي، عشان يقول ان انت مثلا الجي بي بتاعك كان وحش لأسباب تانية انت ممكن تقولها في الإيساي بتاعك، بس انت عرفت تجيب جي ار اي سبجكت تيست كويس. بس يعني واقعيا يعني لو انت عندك جي بي اي قليل او جي ار اي قليل، انت تتوقع ريجكشن بنسبة 90%، unless يعني انت عندك حاجة تانية قوية زي انك يكون مثلا عندك 5 6 publications وانت لسه طالب undergrad. ماشي، ف يعني غير كده انا اظن ان اي حد عنده جي بي اي او جي ار اي قليل هيبقى عنده مشكلة في ان هو ياخد admission. لو بقى الجي ار اي والجي بي اي بتوعك كويسين، هيبصوا على الريكومنديشن ليترز بتاعتك. النقطة لازم تفهمها كويس ان تأثير الريكومنديشن ليتر بتاعك اكتر تو ذا نيجاتيف سايد اكتر من البوزيتيف. يعني لو انت الجي بي اي بتاعك والجي ار اي وحشين وجاي الريكومنديشن ليتر بتاعك تمام، بس لو الجي بي اي بتاعك والجي ار اي كويسين جدا والريكومنديشن ليترز وحشين، برضو مش هتخش. يعني هما ممكن يبوظوا لك الجي بي اي والجي ار اي لو السوبرفايزر بتاعك كتب مثلا ان انت شخص التعامل معاه صعب، او ان انت ايروجنت ما بتحبش تسمع راي الناس التانية. ساعتها حتى لو الجي بي اي والجي ار اي بتاعك كويسين يبقى انت هتترفض. ف يعني مش بشوف ان صعب ان تجيب ريكومنديشن ليترز كويسه من اي دكتور كان بيديك في الجامعه، او حتى يعني لو كنت اشتغلت في شركه مديرك في الشركه ممكن يكتب لك ريكومنديشن ليترز. بس هي ما تحطش امل كبير قوي عليها، هي انت بس تخلي بالك ان هو يكتب لك حاجات كويسه، بس ما تعتقدش انها هتعوض جي بي اي ولا جي ار اي. تمام، اخر حاجه ممكن يتبص عليها بقى هي الليست اللي هي السيلف ستيتمنت. انت بتقول انت الموتيفيشن بتاعك ايه، و يعني ده ممكن يتبص لها لو انت كتبت حاجة وحشة ممكن تأثر على اختيارهم ليك لو الجي بي اي والجي ار اي بتاعك كويس. بس انت لو كتبت حتى ستيتمنت كويسة جدا والجي بي اي والجي ار اي بتوعك وحشين، صعب جدا انك تتقبل، غالبا برضه هيجيلك ريجكشن. ماشي، طيب بعد انت ما بتقدم على الدكتوراه والماجستير في مكان، بيبقى 3 حاجات اوبشنز موجودين معاك. ان انت جيت اكسبتد، وطبعا دي اي حاجه، دي الحاجه اللي انت بتحاول يعني تتقبل فيها. طبعا ان انت بتبقى مبسوط ان انت لو جيت اكسبتد ويبقى خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك كده، قدامك 5 سنين دكتوراه أو لو أنت في أمريكا، أو 3 سنين في دكتوراه لو أنت في أوروبا. وده جزء يعني اللي بعد كده صعب برضه مش سهل، بس let's say أنت خلاص جت accepted، فخلاص بتبص لل next step. rejection ده طبعا للأسف، يعني مش للأسف، هو يعني ده الطبيعي إن أنت يجيلك rejections كتير. يعني ال acceptance دايما بيبقى أقل من rejection، فده طبيعي يعني، ده حاجة ما تزعلش. أنا لما جيت قدمت على الدكتوراه قدمت في 7 جامعات اكسبتت في واحدة بس. الأوبشن التالت اللي هو إن أنت تبقى ويت ليستد. ويت ليستد يعني أنت شايفينك مثلا مش وحش قوي أو معقول، بس شايفين في ناس أحسن منك فبيحطك ويت ليست ويوفر البوزيشن لناس تانية قبلك. طبعا زي ما قلنا إن كل واحد مقدم على مثلا 5 6 جامعات، الناس القوية قوي مثلا دي
حتى بتقدم في جامعات متوسطة بالإضافة لجامعات الطب. وطبعا أول ما بيجي لها جامعة من جامعات الطب خلاص بترجكت الأوفر بتاع الجامعات المتوسطة، فبالتالي بيفضى مكان في الجامعات المتوسطة دي، فالناس اللي هي ويت ليستد ممكن تدخل في الـ بروجرام. فده انت بتضطر تستنى مثلا زيادة 3 4 شهور لحد ما الناس اللي هي عارضين عليها الأول تاخد القرار، يا إما آه يا إما لأ. فلو لأ بيفضل أماكن شوية، فبالتالي انت بيبقى عندك فرصة. لو ما فضلش المكان يبقى انت خلاص هتجيت ريجكتد وتبتدي تدور على حاجة تانية. طيب السؤال هنا، تعمل ايه لو جالك ريجكشن؟ هو اول نقطة ان انت تشوف سبب الريجكشن ايه. هو بص، هو غالبا كل واحد فينا عارف هو هيترفض ليه. فيعني مثلا واحد ما يبقاش الجي بي اي بتاعه مثلا 2.8 ولا حاجة ويقول انا اترفضت ليه. هو 2.8 المفروض يبقى عارف ان هو غالبا هيترفض بنسبة 99%، يعني إلا بقى لو في سبب قوي جدا يخليه ما يترفضش. فدي أول حاجة، لو الجي ار اي بتاعك وحش برضو تبقى عارف إن غالبا هتترفض. فدي حاجات بتبقى obvious أنت بتبقى عارفها. الحاجة اللي مثلا تبقى مستخبية إنك الجي بي بتاعك كويس والجي ار اي كويس وأنت ستيل اترفضت، ساعتها بقى تدور على الناس اللي كتبت لك recommendation letters كتبوها لك حط فيها إيه. لأن غالبا الليتر اللي هيجيلك من الجامعة هيقولك احنا آسفين مفيش مكان كفاية ووش يو جود لك، يعني unless انت هتبعت ايميل وتسألهم انا ليه اترفضت، وتسأل كمان مش الادميشن الناس اللي هو في الفيزيكس اوفيس او في الفيزيكس ديبارتمنت او الديبارتمنت اللي مقدم فيه، يعني سواء بيولوجي كيمستري ليترتشر كمبيوتر ساينس اي حاجة، بتبعت ليه مش للادميشن اوفيس، للقسم نفسه وتسألهم انا اترفضت ليه، ممكن يقول لك السبب، لكن غير كده انت ما بيجيلكش تفصيل يعني. طيب المفروض ان انت خلاص، المفروض انت عرفت ايه المشكلة عندك، فبالتالي تسأل نفسك انا ممكن اعمل ايه عشان اغيرها. طبعا حاجة زي جي بي ايه للأسف مش هتتغير، فممكن يعني يبقى الحل ان انت ساعتها تخش بروجرام مش فاندد، زي مثلا تروح اوروبا تعمل ماجستير هناك او دكتوراه هناك، لان انت مش تبقاش ملتزم، مبيبقاش فيه تويشن فيز، فانت ما عليكش فلوس تدفعها، هتحتاج بس فلوس انك تغطي تكاليف معيشتك انت. ف يعني ده مثلا حاجه انت تفكر فيها لو ان الجي بي اي بتاعك وحش. الجي ار اي لو وحش يعني قدامك حاجه من الاتنين، يعني يا تحاول تذاكره تاني يا انك تقدم في جامعات ما بتاخدش الجي ار اي. هو دلوقتي بقى في جامعات كتير بدأت، مش كتير قوي يعني، بس جامعات بدأت تفكر في انها ان الجي ار اي ده مش معيار كويس، وبدأوا يعني يدروب ات، يعني مش لازم تاخد الجي ار اي. ففي الحالة دي دور على الجامعات اللي هي ما بتاخدش الجي ار اي وقدم فيها. وبس في نقطة مهمة تسأل نفسك فيها قبل كده، يعني انت هل انت جود فيت؟ يعني ايه انت جود فيت؟ يعني ممكن تكون جي بي اي بتاعك كويس وجي ار اي كويس وانت كيميائي وداخل تعمل دكتوراه في البيولوجي، فممكن ساعتها اللجنة ما تشوف ان انت مش جود فيت. مع اني يعني انا مش بقولك ان ده ما ينفعش، لا ده ينفع، ممكن تبقى كمبيوتر ساينس وده راح تعمل دكتوراه في البيولوجي، ده مش حاجة يعني بالذات في امريكا مش حاجة صعبة، بس لازم تقنع الكوميتي بان انت فعلا كده يعني. لكن ان جنرال هو لازم تتأكد ان انت جود فيت، وهم يشوفوا ان انت جود فيت، يعني انت البوزيشن يناسبك او الدراسة في المجال ده يناسبك، ماشي. فدي نقطة برضو تخلي بالك منها. بس غالبا يعني الناس اللي بتعمل graduate studies بيبقوا عارفين هم عايزين ايه وبيبقوا عارفين هم interested في ايه. تمام، زي ما قلنا تتأكد ان اللي كتب لك letters كتب letter كويس قوي. يعني ايه كويس؟ يعني ما يكتبش letter اللي هو ايه انا معرفوش كويس قوي بس هو كان طالب عندي، letter ده مش كويس. ليتر لازم يقول ان هو يعرفك ويعرفك ازاي وازاي قدر يقيمك وفور هاو لونج هو كان بيعرفك، مش بس مجرد ان يكتب لك كلمتين وخلاص.
ويعني الليترز في أمريكا غير الليترز في أوروبا. يعني لما يجي حد يكتب لك ليتر في أمريكا لازم يبقى فيري بوزيتيف، لأن هي دي طريقة الأمريكان في كتابة الليتر. الأوروبيين مش كده، الأوروبيين بيبقوا شوية محافظين في الكلام. فده يعني في فرق ما بين المدرستين هنا أو هنا. طيب يعني إذا أنت مثلا الجي بي إيه بتاعك متوسط أو يعني فوق المتوسط، والجي بي إيه بتاعك والجي آر إيه برضه فوق المتوسط، أنت ممكن تحاول تقوي البروفايل بتاعك بإن أنت تاخد ريسيرش اكسبيرينس في ريسيرش لاب، وتحاول تجيب بابليكيشن. بس بي رياليستيك، يعني ما تروحش تقول أنا هطلع بابليكيشن في شهرين، يعني دي حاليا حاجة ما بتحصلش يعني إلا نادرا جدا. فيعني الموضوع البابليكيشن ده بيحتاج على الأقل سنة، من سنة لسنتين لحد ما تطلع حاجة محترمة. تمام، بس هو فعلا حاجة فيري بوزيتيف في الأبليكيشن بتاعك. آخر حاجة بقى هقولها، أنت فعلا لازم تسأل نفسك إذا أنت الجرادويت سكول دي أو الدراسات العليا دي حاجة تناسبك. يعني هل أنت فعلا واحد مناسب ليه إن هو يعمل دكتوراه أو يعمل ماجستير؟ أصل مش كل واحد لازم يبقى معاه دكتوراه أو معاه ماجستير. أنت ممكن تبقى بيزنس مان وناجح جدا، أو موظف في شركة وناجح جدا. ف يعني لو أنت ده حاجة مش ليك، ما تتعبش نفسك. يعني بتبقى انت بتعمل حاجة غلط في حقك وفي حق نفسك، ومش هتعرفها الا بعدين. يعني ليتس سي انت حاولت على قد ما تقدر وفي الاخر جاتلك جرادويت سكول، والحاجة دي مش بتاعك، مش هتبقى مبسوط ومش هتمشي فيها. لان يعني البي اتش دي ما هيش حاجة سهلة. البي اتش دي بتكلفك وقت كتير جدا من حياتك، 5 سنين على الاقل، 5 سنين. و5 سنين البي بتاعك قليل، بتاخد سالري قليل بالنسبة لبقية المجتمع، وبتشتغل أكتر من أي موظف، والناتج في الآخر حاجة علمية. يعني إن أنت بيبقى ليك بروفايل علمي، مفيش أي ناتج مادي رايت أواي بعد البي اتش دي. بالعكس، أنت يعني لو شفت هتلاقي الإحصائيات بتقولك إن طلبة الدكتوراه واللي حاصلين على الدكتوراه بيشتغلوا بوست دوكس، دول بيعيشوا على المعاشاء، على ناس منهم كتير بتعيش على المساعدات الحكومية. يعني في أمريكا اسمها الفود ستامب، بيدوك فلوس عشان تجيب أكل وكده. فدي مش حاجة كويسة. يعني 360 ألف واحد واخدين دكتوراه بيعيشوا على المساعدات الحكومة. يعني أنا مش موضوع إنك لازم تعمل دكتوراه، ما تعملوش إلا لو كنت حابب الموضوع الدكتوراه والموضوع البحث العلمي والكلام ده. لكن لو أنت مش دي مش سكتك، خلاص يعني شوف حاجة تانية. تاني حاجة، إن أنت مش معنى إن أنت عملت دكتوراه إنك سهل تلاقي شغل بعد ما تخلص. بالعكس، هو الشركات ما بتحبش الناس اللي معاها دكتوراه، بتفضل مثلا الناس اللي معاها ماجستير أكتر، عشان هما بيفكروا إن دول أكاديميين بزيادة. يعني الأكاديمية الحياة فيها مريحة، يعني ما بتبقاش ما عندكش ديدلاينز زي في الإندستري. مفيش حاجة تقعد ممكن ساعتين تدسكاس حاجة أنت والسوبرفايزر بتاعك، دي ما بتحصلش في الإندستري. هما ما بيحبوش الناس اللي معاها بي اتش دي إلا في شغلانات معينة، يعني زي الداتا ساينتست والكوانت أناليست. بس إن جنرال، فيعني أنا غير إن أنت مثلا لو عايز حتى تبقى بروفيسور، يعني كل 220 واحد بيتخرج بدكتوراه واحد منهم بس بيبقى بروفيسور أو أسيستنت بروفيسور. فبعد يعني فالموضوع مش سهل خالص. فأنت اسأل نفسك، هل هو ده الطريق اللي أنا عايز أمشي فيه ولا لأ؟ وبعد كده قرر يعني. ولو هو ده فعلا اللي انت عايزه، ماشي، افضل حاول لحد ما ربنا يكرمك بحاجة وتاخد وتقبل في بروجرام. طيب دلوقتي انا مش شايف اي اسئلة، فلو حد عنده سؤال ممكن يكتبه على الكومنت وانا ممكن ابقى ارد عليه بعدين، او لو حد بي عنده سؤال دلوقتي يكتبه دلوقتي وانا ارد قبل ما اقفل. بس اقدر لسه احنا تقريبا خلصنا النهارده. اوكي، انا هكتب اللينك للاكونت بتاعي في اول كومنت عشان لو حد عنده اسئله. انا مش شايف اي كومنتس دلوقتي، فانا هانج اب وجود لك جميعا.